بص انا ابتديت في مراحل الناشئين تحت 15 و17 و19 سنه، والحمد لله كنت موفق يعني في جميع المراحل السنيه، وكنت بطل الجمهوريه ومثلت النادي في العديد من البطولات. ولو بنتكلم على لعبه الاسكواش في النادي الاهلي ليها تاريخ وباع طويل جدا. اللعبه دي دخلت على ايد مختار بيتيتش اللي هو الاب الروحي لجميع الرياضيين في النادي في مختلف الالعاب. هو كان بيمارسها في كان في ملعب سكواش كده مع معسكر بتاع انجليز في مستشفى المعلمين، وكان بيمارس اللعبه دي فعجبته فدخلها النادي الاهلي. ومن خلال الملاعب السكواش النادي الاهلي كانت اول ملاعب سكواش تبني للمصريين في مصر، وبعدها ابتدت بقى انديه زي مثلا الشمس، هليوبلس، الجزيره. النادي الجزيره كان يقتصر على الانجليز فقط. ف ملعب النادي الاهلي طلعت اول ابطال عالميين، كابتن ابراهيم امين، عبد الفتاح ابو طالب، كابتن عبد الواحد عبد العزيز، المرحوم مجد اباظة، جمال عوض، والعديد من اللاعبين. وحاليا عندنا من الجيل الحالي بطل العالم السنه اللي فاتت كريم عبد الجواد ضمن فريق نادي الاهلي يعني. طبعا الابرز الاسماء اللي انا لعبت معاهم واتشرفت ان انا العب معاهم واتدرب من خلالهم كابتن ابراهيم امين، ده الاب الروحي واول بطل مصري عالمي من النادي الاهلي ده يعني، وكابتن جلال علام، العديد يعني لعيبه كتير قوي. كنا بنكسب الدوري العام، كان عندنا اقوى فريق في مصر، كابتن ابراهيم امين، كابتن جلال علام، استاذ صلاح عبد الحميد، جمال عبد الحميد يعني، وصلاح ابو طالب، كان عندنا فريق قوي جدا. المختار بيه ده هو اللي علمني العب سكواش يعني، كانت بدايتي كلها كنت انا صغير جدا، وهو كان دايما يجي بعد الظهر بعد ما اخلص الوزاره. زمان ما كانش في حاجه اسمها وزاره الشباب، كان وزاره الشؤون الاجتماعيه، وكان المختار بيه هو دي اللي اكتشف على الرياضه. فكان بيخلص عمله يجي النادي كل يوم، وكان يختار لنا واحد الصغيرين اللي كان يعني شايف فيهم ان هم ممكن يبقوا كويسين يختارهم ويلعب معاهم، وانا كنت واحد منهم يعني. يعني بدايتي كانت من خلاله، تعلمت حاجات كتير يعني، كل اللي انا فيه تعلمته من الاهلي يعني، تعلمت الاحترام والالتزام وحب النادي من خلال العظماء اللي انا عاشرتهم يعني، اذا كان دكتور ابراهيم الوكيل رئيس النادي في الستينات والسبعينات، كابتن صالح، كريم مرتجى الله يرحمه، كابتن عبد صالح الوحش، كابتن حسن حمدي صديق عمري، كابتن خطيب، كل دول انا كنت على علاقه بيهم واحترمهم واحبهم وتعلمت منهم حاجات كتير جدا. كل سنه والنادي الاهلي طيب باعضائه ولاعيبته وعماله ومدربينه وجميع المنتمين اليه، وعقبال مليون سنه.